كيعانوا بالنسبه للتغطيه الصحيه، بالنسبه للنظام الاجتماعي، بالنسبه للضغط ديال العمل، بالنسبه للسيكيلاسيون كامله، بالنسبه للخدمه ديالك. ملي كيشوفك في سياره الاجره كيهينك بحال كيهينك، اي ساعه كيعتبرك بحال شخص ماشي ما عندكش انسان كانسان كبشر، كيعتبرك بواحد الدرجات اللي ما تهدكش. السائق المهني راه كيمشي يتاخر لان الضغوطات كامله عليه، باترون، الوضعيه الصحيه ما كايناش، المازوت يعني الريسيتا دابا الساعه يعني كتزيد، الشيفور دابا راه تقريبا 20 عام يعني 98 ما كاين حتى شي حاجه، كتزيد غير في التدهور، يعني يمكن مشاكل كتمشي غير كلشي ضد السائق. حنا الخدمه ديال التاكسي رجعت باللوري بزاف، حنا دابا خدمنا 10 سنين في هذا الميدان هذا بولادي حاصل فيها، ما كنجيبوش شي بعد ساعات 50 درهم 30 درهم، شحال ملي 50 درهم 30 درهم، حشومه. اللي كاري عايش معذب، صراحه خصني نقولها لك، اللي كاري في هذا الميدان قسما بالله راه معذب، تيترش ولادو على هذا الميدان هذا، حنا دابا تركزنا في التاكسي، باش غتبدل باش، دابا تينا خدام على ولادك ما صلاش يتبدل، كنتمناو هاد السلطه تعاوننا في نقص السري. كتهود ببلاصه يا خو كيدير لك الناس ما كتجبر بيه ساعه تهود، مازوت غالي فهمتيني، كنتمناو هاد الناس يشوفونا الحال ديالنا ويعاونونا، وحنايا هادشي اللي كنطلبوا من السلطه. السلام عليكم، كنشكروا الموقع الالكتروني الطنجاوي، هو المشاركه ديالنا فاتح ماي السبب ديالو علاش المشاركه ديالنا، لان شاركنا لانه عيد اممي والعالم كامل كيحتفل بهذا اليوم، وعيد يوم ديال الشغيله، ولكن بالنسبه لنا كسائقي سياره الاجره نعتبره يوما احتجاجيا بامتياز، لاننا هذه مدة طويلة ونحن نطالب ونناضل بجميع أشكال النضال من أجل ملفنا المطلبي، ولكن لا شيء تحقق على أرض الواقع. وملفنا المطلبي كما هو، هناك شق وطني وشق محلي. بالنسبة للشق الوطني، مثلا أهم نقطة فيه هو الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. لقد وعدونا في سنة 2011 بأن سائقي سيارة أجرة سيستفيدون من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية مباشرة بعد انخراطهم في التكوين ديال بطاقة السائق المهني، ولكن بقت هذه الوعود حبرا على ورق. لحد الآن سائق سيارة الأجرة لم يستفد لا من الضمان الاجتماعي ولا من التغطية الصحية. اليوم عندنا عيد وطني، كنخرجوا نشارع كسائل الطبقة الشغيلة العالمية، كنعبروا على السخط ديالنا وعلى المعاناة ديالنا وعلى الإكراهات اللي كنعيشوها. كاين إكراهات وطنية وكاين إكراهات محلية. الإكراهات الوطنية الشيفور كيعاني من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي. هذا حلم السائقين اللي فناو العمر ديالهم وماتوا، وحنا مثلا موراهم خلفناهم وهزينا المشعل وباقيين كنطالبوا بهذا الطلب هذا وما كاينش استجابه. حنا كنوجهوا نداء للحكومه وكنوجهوا نداء للسلطات المحليه تفتح باب الحوار الاجتماعي وتستجب ولو غير 10% من الملف المطلبي ديالنا. حنا مدينه طنجة، على صعيد مدينه طنجة كنعانيو باسطول النقل السري شكل واحد الاسطول واحد اللوبي كبير اللي بقينا كنعانيو منه، ما عرفناش مثلا اللوبيات اللي كيدعموهم وبداو كيخدموا يعني كان نقل سري، اما اليوم اصبح نقلا علنيا. تحيه لكل العمال اخوان الرجال والنساء الشباب، تحيه لبني الجميع الاخوه والاخوات. شركة هيدروستار كيتعداو علينا، كيحقرونا فوق العدد، الخدام نهار يخدم ونهار ما يخدمش، الحاد يجو موراك تاع الدار اجي تخدم، يدوك للخدمه يسمحوا فيك، ما كاين ترانسبور، ما كاين صباط، ما كاين ماتاريان، ما كاين حتى شي حقوق. هذا الشيء هذا راه الظلم حنا فيه كثير بزاف. والحاد انتم معروفين. والحاد اي واحد كيريح ولا ما خدمتيش هذيك العقوبه، كيقول لك تلم من الاداره، ملي كتمشي الاداره كيريحك ثلاث ايام.
ما كيطلع لكش النهار. عندنا الكنزه فيها 15 يوم كدريح جوج حدوده تبقى 13 يوم كيريحك النهار ويخدمك النهار، هي كتبقى 7 ايام. ديك 7 ايام عاد تخلص الكراء عاد تخلص الموضه وعاد تخلص المصارف دلعوه ولا مرطو. ملي كيكون الشتاء كيفرضوا عليك واجب يجيو موراك في 12 الليل 11 الليل يديوك للخدمه، والشتاء خايط من السماء وحتى يقيدوا لك نهار و8 ساعات وبدا كيقيدوا لك 8 ساعه حتى في الديكلاراسيون ما كيدخلش. هذا الشيء هذا راه بزاف ايام العقوبه، راني 3 ايام ريحت 3 ايام 3 ايام 3 ايام 6 ايام كنهضر مع الاداره قال لك الشيخ عطاك 3 ايام شحال نقول لك تجي شي لحد الحق الحد ديالي ولا خدمت فيها خصو يكون مدوبل نهار السبت كنقيلو حتى 6 العشيه نهار السبت خصنا نص النهار نخدموه نقول حتى 6 العشيه علاش كيعطيونا النهار ديالنا ما كيحسبولنا هذاك زايد النهار ولا ناقص النهار الحد كنخدموا ما كيضاوبنا شي ولا ما خدمناش كيجريو علينا وكيعطيونا 3 ايام العقوبه بالزمن ما كيحسبوا علينا ما عندنا شي حق عندنا حق عندنا حق اختي والحضر شي كيجريو علينا وكيجريونا ما نخدموش دراع تخدموا نهار الحد الاساس اللي كنهضروا عليه كاملين هاد الناس هو ملي كنعملوا النقابه كيطردونا علاش؟ علاش هاد الناس كيطردونا من النقابة علاش؟ واش ماشي حق مشروع؟ هذا الله ما هذا منكر 40 5 النقابة دارت في هاد الشركة وجراو عليهم، علاش يجريو عليهم؟ حكومة عملاتها حق مشروع إلا ما كانتش عندها الحق ما عنديش حق نعمل نقابة نمشي بحالي من دابا أنا ما طالب حتى شي حاجة هادشي اللي هادشي اللي كان ماشي مطالب ديالي نمشي بحالي دابا شركات إدروس طار خدامين معاها أكثر من 1000 خدام درنا مع النقابه الاولى جلسنا مع هذا السيد قالنا غادي نعطيكم جميع الحقوق ديالكم النقابه انا بلا نقابه انا ما كنعرفش النقابه النقابه هي فلوسي في جيبي انا كنخلصكم والنقابه انا كاين اللي كندعمها النقابه غتمشيو ليها انا اللي كنعطيها الفلوس تقدر تجيبكم الارض في البلاصه سيروا تخدموا القانون ديالكم غنديروا لكم جينا نخدموا درنا التنازل على ديك النقابه اللي دخلنا ليها رجعنا نخدموا دخلنا شهر مزيانين حيد لينا النقابه رجعت يضغط علينا واحد اجي انت كنتي في النقابه كنتي في النقابه اجي الله يعاونك اجي كنتي في النقابه يدير لك شي مشكل يخلق لك مشكل باي طريقه ما يقول لك سير الشاف قالوا له ما كايناش الخدمه اليوم ما تجيش تخدم غد ليه جا قالوا له سير بحاله العقوبه ما جيتيش تخدم قلبوا له على الخدمه يعني السيد طاغي ما كيبغيش يلحق كيهرب من الحق ما كيبغيش يعطي القانون للخدام.